هنتكلم على حاجة اسمها ريفليكس اكشن وريفليكس ارم. مصطلح اهو اسمه ريفليكس اكشن، في مصطلح تاني اسمه ريفليكس ارم. ارم اللي هو قوس، قوس ارم قوس رد الفعل. يعني ده رد الفعل بالعربي، ده قوس رد الفعل. ايه حكايه الريفلكس اكشن؟ ما دايما يقول لك لكل فعل رد فعل، كل فعل رد فعل. الريفلكس اكشن ده انا بتعامل مع حاجتين، بتعامل مع حاجتين، حاجه اسمها استيمولس يؤدي الى ريسبونس الاستجابه، بس بالاخير ده انا بجيب لك كده من الاخر خالص. لما اقول لك يعني ايه ريفلكس اكشن تقول لي يعني في ستيمولس، في محفز او في مؤثر ادى الى حدوث استجابه ريسبونس، او بمعنى تاني او في استجابه نتيجه لمين؟ لمحفز. ريسبونس تو ستيمولس. ما هو الستيمولس؟ انا لسه بقى هنقول بعد مره تاني. هنا ذات شيء رابيد تشينج في الانفايرمنت، اي تغير في مين؟ قد يكون هذا التغير ثيرمال، تغير حراري زي ما قلت لك انك تحس بالجو ساعة الجو حر، قد يكون كيميكال قلت لك بالتذوق مثلا، تحس بماده قرويه ماده حامضيه وكده، قد يكون ميكانيكال واحد بديله بنيه بضغط يعني بضربه مثلا، حاجه ميكانيكال، تروما تسمعها او دامج. طيب تعالى معايا، او الكتريك ستيمولس، الكتريك ستيمولس يعني ستيمولس ده كذا نوع، كل ده هناخدها بعدين، المهم ما تشغلش بالك. يؤدي الى استجابه. طبعا النوع الشهير جدا عشان اقول لك مثلا، اللي هو واحد اتلسع سحب البينفول ستيمولس اللي هو المؤثر المؤلم، اللي هو قد يكون ستوب اللي هو موقد يعني، او فليم لهب بتاع شمع مثلا كاندل، ده اسمه ستيمولس. انت بتعمل ايه؟ عملت ايه؟ سحبت ايدك، السحبه دي اللي هو الودرول دي اوف يور هاند اوف يور ارم، دي اللي بسميها ايه؟ ريسبونس. برادر مثانه مرض، سيادتك بتحس على طول بالديزاير فور ريتوريشن، تروح تعمل فويدنج يعني تفرغ يعني، ده برضه ده ريفلكس، ده ريفلكس. طيب ال وساعات هتلاقي في كلمه رخمه كده يقول لك ايه، ما هو السيمس؟ هو يقول لك ان افويدبل بينيفيشال انفورم ريسبونس. ما معنى كلمه انفورم ريسبونس؟ احنا مولودين يا جماعه، مولودين بيه انفورم، يعني احنا موجود الريفلكس ده موجود من ساعه ما بنتولد. بينيفيشال معناها مفيد. طب ايه الكلمه الغريبه دي اللي هي ان افويدبل؟ لا يمكن تجنبه. يعني انت هديك مثال مثلا تاني، انا قلت لك هو واحد اتلسع خلاص هيسيب ايده كده؟ لا طبعا، لازم مين؟ اجباري لازم يسحب مين؟ ان افويدبل لا يمكن تجنبه، يعني لازم يسحب ايده، لازم يسحب ايده. سيادتك رحت المطبخ كيتشن، فتحت البتاع ده اللي هي بتاع الفلفل الاسمر او الفلفل الاسود ده، وقربتها من النوز بتاعي، لازم هتلاقي نفسك على طول في حاجه اسمها سنيزنج، تلاقي نفسك بتعطس. ده ريفلكس. طيب ان خلاص اتفقنا ان الريفلكس اكشن حاجتين، ستيمولس ستيمولس يؤدي الى ريسبونس، عظيم. طيب انت اديتني مثال شهير جدا، قلت لي اللي هو واحد بيتلسع بيسحب ايده. العمليه دي اصلا اللسعه وسحبه الايد، اللسعه وسحب الايد دي اسمها اكشن. بس تم ازاي؟ اوه تم ازاي؟ عن طريق خمس حاجات. اول حاجه ان انا حسيت باللسعه، ريسبتور. الريسبتور ده نقل السنسيشن، هو البين سنسيشن، نقله عن طريق عصب حسي سنسور نيورون اللي بنسميه افرن، راح لمين؟ راح لحاجه اسمها السنتر اللي هو انتجريشن اللي هو انا
احنا تابعنا قبل كده الانتجريشن ده اللي هو مين الانتجريشن سنتر ده دي النيورونز اللي هي بتستقبل السنسيشن وتعمل انتربريتيشن تفسر لي ده ده ده, ده يعني اللاسعه دي ده حاجه خطيره ده ممكن تعمل دامج للجسم هتلاقي نفسك وتاخد القرار اللي هو الانتر نيورونز دي او الانتجريتيف سنتر تاخد القرار ازاي ان لازم علشان احمي الجسم لازم اسحب ايدي طب اسحب ايدي ازاي تقوم جابع اللي هو الانتجريشن سنتر ده يبعت اشاره لحاجه اسمها موتور نيورون يروح لمين للمصل السكيلتال ماسلز تدير كونتراكشن بسحب ايدي افهم معايا بقى افهم معايا بس عشان بيقول لي ازاي سحبت ايدي عن طريق السكيلتال ماسل حتى هبله يعني المهم انت عندك مثلا انا عشان اسحب ايدي في طبعا في الاناتومي اكيد خدته في الجامعه اناتومي حاجه اسمها فليكشن حاجه اسمها اكستنشن فانا عشان اسحب ايدي مثلا بالحركه دي اسمها فليكشن دي تمت ازاي بمنتهى البساطه في اشاره عصبيه راحت مثلا لعضله في عضله هنا اسمها بايسبس اي عضله انت خدتها برضو في الجامعه الاناتومي اللي لها حاجه اسمها اوريجين ولا حاجه اسمها انسرشن اللي هي البدايه والنهايه او طالعه منين وماسكه فين في المهم التندون دوت بتاع البايسبس ماسك في مين ده الارم ده الفور ارم ماشي ماسك هنا في بون هنا في تبع دي الفور ارم العضله دي بيدير كونتراكشن بتحصلها شورتنج تقوم جايه شد على التندون التندون ده شابك في مين شابك في البون اللي هنا طب ما هو شابك التندون ده بيقصر المصر بتقصر فبتشد على التندون فيقوم التندون شد مع مين شد مع البون بس فتعمل فليكشن يعني طيب المهم قلت لي بقى ان العمل اللي هو ازاي ايه الكونكشن ما بين الاستيمولس وما بين الريسبونس كان في حاجه اسمها ريفلكس ارك يبقى ده قوس رد فعل ده اللي هو الاستراكشرز اللي هي هتحس بالاستيمولس وتؤدي الى ريسبونس تعالوا كده نرسمها ببساطه هتلاقي عندك حاجه اسمها ريسبتور فينا حاجه اسمها مين ريسبتور الريسبتور دي بعت اشاره في اعصاب حسي اعصاب حسي اللي هو مين هو السنسوري السنسوري نيرف او السنسوري نيورون اللي هو له اسم تاني اسمه ايه 100 مره بنكررها افرنت نيرف طيب راح فين راح للسباينال كورد سباينال كورد لو تفتكروا الرسمه بتاعتنا احنا اتفقنا بقى وبعد كده هذكرها ان شاء الله بقى اللاترال هورن ده يا جماعه مش موجود في كل اللي الاسبان كله احنا قلنا فايف ريجونز سيرفيكال مش عارف ثوراسيك لامبر مش عارف سيكرال كوكسيجيه اللاترال دي موجوده بس في الثوراسيك واللامبر وبعد كده مختفيه بقى مفيش الا انتير هورن وسيرو ما عليها من الحته دي المهم هنا بقى انتر نيورون انتر نيورون ده اللي بنسميه انتجريشن سنتر انتجريشن سنتر وبعد كده يطلع عندي اللي هو يدي اوردر بقى هو فاهم ان في مؤثر مؤلم هيعمل دامج للجسم اعمل بروتكشن اسحب ايدي فيدي اوردر او كوماند او اوردر لمين؟ للموتور نيورون. الموتور نيورون بقى اللي هو مين بقى؟ اللي هو انا دلوقتي بتحكم في مين؟ السكيتال مين؟ مصر. يبقى ده اللي هو السوماتيك. اللي هو الانتيرو هورن سيل بتاعه الانتيرو هورن اسف السيل بود بتاعه قاعد فين؟ قاعد في الانتيرو هورن. قاعد فين؟ الانتيرو هورن. خرج اهوت وراح لمين؟ راح ل السكيليتال ماسلز السكيليتال ماسلز اللي دايما قلنا دي طالما اللي هي بنسميها التارجت او قلنا بنسميها الافكتور مين افكتور اورجن افكتور اورجن طيب العصب دوت اللي هو كان طالع من السباينال كورد وراح للافكتور اورجن قلنا ده بنسميه ايه بنسميه موتور موتور نير او قلنا له اسم تاني افرنت لو انت ذكي بقى معايا بقى اجي اقول لك ايه هي المين كومبوننت ايه هي المكونات الرئيسيه للريفلكس ارك
يقول لي خمس حاجات، خمس حاجات. بوين. واحد سبته. اثنين قافل في الأردن. ثلاثة انتجريشن سنتر. أربعة إيفرنت. خمسة فيكس أورج. دي بنسميها المين كومبوننت أوف الفيكس أورج. تاني سبته قافل أو سنسور نيرون انتجريشن سنتر و الانترن و افرنت او موتور نيرون و الفيرست بورك ماشي بالطريقه دي. طيب هم دول شو بقى سؤال بقى بيقول في ساعات اسئله يا جماعه بتجيلك هديه كده حاجه كده تفتح نفسك يعني. اقول لك والله قول لي النورمال سيكونس او السيكونس اوف ذا كومبوننت نورمال سيكونس كومبوننت اوف ريفلكس مين ار. السؤال مثلا اختياري اربع اختيارات عندك A و B و C. اقول لك مثلا ايه هو النورمال سيكونس، ايه هو التتابع الطبيعي للمحتوى بتاع الريفلكس ارك، اللي هو نبتدي منين وننتهي منين زي ما شايف. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اللي هي ريسبتور سهم كده يؤدي الى افرد سهم سنتر اللي هو انتجريشن سهم مش عارف ايه افرد وافكت الاورجن. تقول لي طب والاختيارات الثانيه هتبقى ايه؟ على اخباطك بقى اجيب دي الاول واجيب مش عارف واجيب دي واجيب دي الاخر وكذا. طبعا الاختيار بتاعك هو الاولاني. دي اللي هو احنا خدنا فكره دلوقتي عن حاجه اسمها ريفلكس اكشن اللي هو ستيمولس يؤدي الى ريسبونس يؤدي الى استجابه. المثال بتاعي الشهير بتاعي دلوقتي اللي انا شرحته لك دلوقتي على السكيتا المصري ده يا جماعه بنسميه والدرور ريفلكس. درول ريفلكس والدرول دي معناها سحب. الدرول دي معناها مين؟ سحب. يبقى دلوقتي لو انا قلت لك طيب ودي هنكملها ان شاء الله في هناخد بس ريس وبعد كده نكمل بقيه المحاضره. انا كان عندي كام نوع من الريفلكس اكشن؟ عندي طبعا انا بتكلم دايما على سوماتيك وبتكلم على مين؟ اوتونوميك. يبقى انا عندي سوماتيك ريفلكس اكشن وفي عندي حاجه اسمها اوتروميك ريفلكس اكشن. لو قلت لك دلوقتي اللي انا شرحته لك دلوقتي ده طب واحد يقول لي طب هل في اختلاف بين الكومبوننت اللي هو المكونات يعني اللي هي ريسبتور افرنت سنتر ايفرنت؟ لا مفيش مفيش اختلاف في المكونات في الاسماء يعني بتاعتها، ولكن في التفاصيل هتعرف ان دايما اللي هيفرق معانا يعني ده المنظر قدامك ده اسمه ايه؟ اسمه سوماتيك ريفلكس اكشن. طب اديني مثال له. قلنا حاجه اسمها والدرور ريفلكس. طب ايه اللي هيبقى الاختلاف بعد كده؟ دي هنشرحها ان شاء الله كمان شويه. الاختلاف هيبقى في الموتور نيورون، وانا شرحتها وانا ذكرتها على فكره قبل كده. الموتور نيورون بتاع السوماتيك هو سنجل نيورون، تاني كان هتلاقيه دبل نيورون اللي هو بريجن نيورون. وحاجه ثانيه الافكتور اورجن، الافكتور اورجن كان في السوماتيك فيكس اكشن سكيتا المصري. الافكتور اورجن في الاوتونوم ثلاث حاجات قلناها 1000 مره. كارديك ماسل اسمه ماسل بلان. ناخد ريست وبعد كده نكمل ان شاء الله. المحاضره الاولانيه الرسمه اللي انت شايفها دلوقتي دي قلت لك دي مثال لحاجه اسمها سوماتيك ريفلكس اكشن او سوماتيك ريفلكس ارك اللي هي ريسبتور اللي هي غالبا لما اجي اقول لواحد يعني يقول لي ريسبتور دي بتاع السوماتيك ريفلكس ارك دي غالبا موجود فين؟ بقول لك بتتلسع. بتتلسع دي يعني ايه؟ يعني جوه الابدومن طب في السكن. فالريسبتورز بتاعت السوماتيك ريفلكس ارك او اكشن بتبقى مينلي موجوده في السكن او سب كوتينس تيشو. يعني ايه سب كوتينس تيشو؟ التيشو اللي تحت السكن، قد يكون مصل قد يكون جوينت. طيب ايه تاني اللي ممكن نختلف عليه؟ طبعا الايفرنت نيورون بتاع السوماتيك هو سنجل نيورون والافكتور اورجن هو سكيليتال ماسل. طب نيجي بقى بعد كده للكيميكال ترانسميتر. هنا ايه بقى الكيميكال؟ هنسيب اللون الازرق عشان ايه نبقى احنا زي رسمه قبل كده. لما اجي اقول لك ايه هو الكيميكال ترانسميتر؟ كيميكال ترانس متر في السوماتيك
او الكيميكال اللي بيطلع من السوماتيك افرنت. سوماتيك افرنت تقول لي مين؟ هو تقول لي ماده اسمها اسيتيل كولين. اسيتيل. في حته برضو لان طبعا انت عندك هنا في عندك جدول مهم جدا في الصفحه رقم 21 22 مهم جدا. حاول فيتامين ايه بقى المقارنه دي مثلا؟ يعني انا هشرح بس دلوقتي ما كل ما يتعلق بالسوماتيك ونشرح كل ما يتعلق بالاوتونوميك وبعد كده الريفلكس ارك وبعد كده ادمج الاثنين مع بعض هتلاقي نفسك فهمت المعلومه. نيجي بقى برضو من ضمن المقارنات مثلا لو حصل كاتنج سكشن قطر يعني قطر في السوماتيك افرنت. السوماتيك افرنت اللي هو الموتور نيرف ده قطع. انا هنا قلت لكم قبل كده لو حصل قطع العصب خلاص السكيت المصل مش هيحصل لها كونتراكشن هيحصل لها باراليسيس. يبقى اذا كاتنج للسوماتيك افرنت يؤدي الى باراليسيس. يبقى كاتنج او سكشن معناها قطع برضه يؤدي الى باراليسيس. باراليسيس معناها يا جماعه شلل. طب ليه ادى الى شلل؟ السكيت المصل خلي بالك سيرة المصل عمرها ودي احنا برضه هناخدها في التفصيل مين في شيء تاني اسمه المصل مصل فيزيولوجي. السكيلت المصل يا جماعه ما عمرها ما يحصل لها كونتراكشن الا لما يحصل لها استيميليشن لمين؟ للنيرف. يعني استيميليشن النيرف اللي رايح لها اللي هو السوماتيك يحصل لها كونتراكشن. بتكلم على السكيلت مين؟ مصل. طب افرض النيرف ده ما حصلوش استيميليشن ما خلاص ما يحصل لهاش مين؟ كونتراكشن. تفضل في حاله مين؟ ريلاكسيشن. يبقى انا لما اعمل استيميليشن ل يقول لك بقى لما اعمل استيميليشن لمين؟ للسوماتيك افرنت ايه الاكشن بتاعه؟ يؤدي الى كونتراكشن. الكونتراكشن ده يا جماعه لما تعمل استيميليشن ل نيرف يؤدي الى كونتراكشن او يؤدي الى ريسبونس مثلا معناها يعني في كونتراكشن وفي ريلاكسيشن. الكونتراكشن بنعتبره حاجه اسمها اكسايتيشن. اكسايتيشن يعني لما اقول لك ان العصب اللي هو السوماتيك افرنت دوت اكسايتاتوري معناه ايه؟ اكسايتاتوري معناه ان هو منشط او محفز. ان انا لما بعمل له استيميليشن بيدير كونتراكشن. طب لو عملت له استيميليشن ضرب انهبيشن بس مش موضوعنا دلوقتي يبقى ده نسميه انهبيتوري. انهبيتوري مثبط ماشي. فدائما السوماتيك افرنت هو اكسايتاتوري. السوماتيك افرنت لو حصل له كاتنج يحدث مصل باراليسيس. الكيميكال ترانسميترز السوماتيك افرنت في نهايه السوماتيك افرنت هو اسيتيل كولين. قلت لك ثلاث حاجات اهم ماشي. طب الاوريجين بتاعه جاي منين؟ جاي من حاجه اسمها السوماتيك موتور نيوكلياي اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الانتيريور هورن. خلي بالك الاورجن بتاعه جاي منين؟ جاي من السوماتيك موتور نيوكلياي موجوده في الانتيريور هورن بتاع السبينال كورد. هو اصلا سنجل نيورون. اوكي جميل. ودايما يوجوالي ها اكسايتاتوري وليس ايه؟ وليس انهبيتوري اكسايتاتوري. ولو حصل له كاتنج يحصل مين؟ يحصل باراليسيس. والكيميكال ترانسميتر هو اسيتيل كولين. خلي بالك انا قلت خمس حاجات تاني عادهم. السوماتيك افرنت الاوريجن بتاعه سوماتيك موتور نيوكلاي ان انتيريور هورن اوف سباينال كورد. عظيم. السوماتيك افرنت هو سنجل نيورون. السوماتيك افرنت هو يوجوالي غالبا دايما بيبقى اكسايتاتوري يعني منشط محفز بيعمل كونتراكشن. لو حصل كاتنج السوماتيك افرنت يحدث مصل باراليسيس. الكيميكال ترانسميتر نوعه ايه؟ اسيتيل كولين. خمس حاجات انا قلتهم دلوقتي احفظهم ده اسمك قول لي احفظ ما انت خلاص تخيل معايا خلاص عظيم. تعالوا بقى ناخد مثال تاني بقى لمين؟ للتاني يا جماعه اوتونوميك ريفلكس اكشن. يعني خدنا مثال دلوقتي اللي هو البوترول ريفلكس. واحد بيتلسع او شك الدبوس او بتاع تسحب مين؟ تسحب مين؟ او حتى رجليك يا اخي رجليك جت وقعت على مسمار بتلاقي نفسك سحبت رجليك حصل ريفلكس وذرول سحب. طيب
هنتكلم دلوقتي يا شباب على الاوتونوميك ريفلكس ارك او الاوتونوميك ريفلكس اكشن. الاوتونوميك ده احنا ده بنسميه فيسرا عشان ما تقعدش تطلع فيسرا اللي هي اوتونوميك مناعه اوتونوميك. فنفس الكلام عندنا ريسبتف. انا هدي هنا بقى مثال ليه بقى. احنا قلنا هنا في اصابه لحاجه اسمها ودرو ريفلكس ده كان مثال لمين؟ السوماتيك ريفلكس ارك. هناخد دلوقتي مين؟ اوتونوميك ريفلكس اكشن او ارك. هنا في عندي هنا مثلا اللي هو البلادر مثلا مثانة ده حاجه اسمها يورينري بلادر. يورينري بلادر. طيب ال طب الاثنين اللي فوق دولت الاثنين دول هو العربي حالب يوريتر. يوريتر اللي هما بينزلوا مين؟ اليورين. هتسألني برضو سؤال محرج شوية بس ده هناخدها بعدين مش دلوقتي خالص. دلوقتي هتقول لي طب اليورين ده هيتجمع ازاي؟ ما هو في عندك زي حاجة اسمها سفينكتر. حاجة اسمها مين؟ نوع من السموز ماسلز موجودة في العنق في النيك بتاع البلادر دي بتشكل حاجة اسمها يوريثرال انترنال يوريثرال سفينكتر. سفينكتر كلمة سفينكتر سفينكتر معناها عضلة عاصرة. عضلة عاصرة. في ماسلز في الول يا جماعة في سموز ماسلز موجودة في الول حاجة اسمها ترايكون. مش عايز بقى تدخل في تفاصيل تانية تشتتك. انت عندك في ماسلز في الول بتاع البلادر بتاع المثانة وفي ماسل تاني كده سيركولر ماسل موجوده برده والتاني برده اسمها سيركولر. ما علينا. في ماسل فايبرز كده موجوده في السموث ماسل موجوده في النيك بتاع البلادر اسمها ايه؟ تشكل حاجه اسمها عضله عصره اسمها سفينكتر. هو في حاجه اسمها انترنال وفي حاجه اسمها اكسترنال. ما فيش ده للتوهان بقى خليك معايا بس ان في عندي حاجه هنا اسمها سفينكتر عشان ما تقولش مني. وفي عندي سموز ماسلز موجوده في الول. سموز ماسلز. سموز ماسلز ان وول اوف بلادر. في الول بتاع البلادر. خلي بالك انت علشان تفهم معايا. انا دلوقتي عايز اخدت اليورين نعمل ستورج لليورين خلاص يبقى اوتوماتيك لازم اعمل ريلاكسيشن للسموز ماسل بتاع الول والمحبس اقفله. المحبس اللي هو السفنكتر ده بيها النورمالي والبلادر بيحصلها فيلينج باليورين بيبقى فيه ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن سفنكتر. طب انت عايز تعمل فويدنج او تعمل ميكتيوريشن. ميكتيوريشن معناها تبول. ميكتيوريشن معناها تبول. فعمليه التبول دي بيسموها ميكتيوريشن ريفلكس. طيب انت هتقول لي انت ملخبطنا يا دكتور. انت بتدي يعني مثال اكزامبل للاكزامبل للاوتونوميك بالميكتوريشن. انت قلت لي قبل كده الاوتونوميك اللي هو ايه؟ فولنتري. ايه فولنتري؟ تمام. الميكتوريشن انت عملت بقول دي اصلا فولنتري يعني لها فولنتري كنترول. ماشي يا سيدي انا عارف ان هي لها فولنتري كنترول بس دي بتيجي في مين؟ بتيجي في الادلت في التشايلد اللي هو الاكثر عمرا من الانفانت. غير كده ان هي الفولنتري ده بيحدث قلنا في الشيلدرن وفي الادل بس انا ماليش دعوه بيها دلوقتي. انا فاهمك هي جت ازاي. جت ازاي بقت فولنتري لكن انا بتكلم على البيبي بقى الطفل الصغير اللي هو وقت ما المثانه تتملى يعملها بمزاجه في اي وقت. يبقى هو بيعملها مفيش كنترول. يبقى هي تبع مين؟ ازاي هي بقى تحولت لفولنتري ده قصه ثانيه بعدين. المهم فانا دلوقتي بتكلم على الميكتوشن ريفلكس في البيبي. البلادر اتملت عايز يعمل مين؟ فويدنج لليورين يفرغ. ففي ريسبتورز قاعده فين؟ قلنا قاعده في الول بتاع البلادر بتحس بالبلادر فولنس بالضغط تقوم باعته اشارات لعصب سنسوري
سنس نيورون اللي هو مسميه افرنت 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 نيرف. طيب دي اللي هي كنا بنسميها حاجه اسمها دورسال روت جانجل لو تفتكر معايا. وبعد كده دخل فين؟ سباينال كورد. سباينال كورد تخيل معايا بقى ده اللي هو الجري ماتر، وهنا دي اللي هي الوايت ماتر. دخل هنا وصل لمين؟ وصل ل ده الافل نيرف، انتهى مع انتر نيورون. انتر نيورون ده وصل ل السيل بادي بتاع الايفرنت اللي رايح لمين؟ لليونر برادر الاوتونوميك ايفرنت. السيل بادي دي خارجه منين بقى؟ هنعملها باللون الاحمر ما تصحش. خرجت ده طبعا كان الفنترال هورن لو افتكروا يوم زمان. لو انت ذكي معايا بقى، انا رسمتها بالتفاصيل الممله قبل كده، افهم معايا. ده يا جماعه ده العصب دوت اللي هو يعتبر اصلا عصبين، يعني اثنين نيورونز مش ون نيورون. ده اللي مسميين الموتور نيرف، او قلنا اللي بنسميه اسم ثاني افرنت. افرنت نيرف. الافرنت نيرف طبعا احنا قلنا في هنا ده انا بتكلم على مين يا جماعه؟ اوتونوميك ريفلكس ارك. صح معايا. أنا قلت لك قبل كده الأوتونوميك إيفنت هو عبارة عن دبل نيورون وليس سنجل نيورون. ليه؟ لأنه بيعدي في حاجة اسمها استراكشر اسمه هناخدها بالتفصيل. إيه هي الأوتونوميك جانجل؟ الأوتونوميك جانجل. أنت يعني علشان بس ما تقعدش تشغل بالك بالأوتونوميك جانجل ده، اعتبر إن أنت طالع من توبرج مثلا وعايز تروح بنغازي، بس انت لازم تعدي على البيضة. فانت خدت السيارة من توبرج راح فين؟ للبيضة. ماشي. بس هتغير سيارة أخرى. بتغيرها فين؟ بتغيرها في الجنسية. يبقى إذا يبقى الأوتونوميك جانجلا دي كأنها الجنسية اللي أنت هتغير منها المواصلة بتاعتك أو كده. بس. العصب الأحمر دوت اللي أنا اسمه لك ده اسمه بري جانجلونيك. بري جانجلونيك. نيرف او نيرون. طب العصب الاسود دوت اللي خارج بقى اكمنه خارج من الجنجل نسميه بوست جنجل. بوست جنجل نيرف. طيب قلنا هيطلع مين؟ هيطلع ناقل كيميائي. هيطلع ناقل كيميائي. خلي بالك بقى هنا بقى. الناقل الكيميائي اللي هيطلع هنا خلي بالك هيبقى احنا هنختلف بقى. ليه بقى هنختلف؟ لان يا جماعه انا قلت لك الاوتونوميك نيرف دوت قد يكون نوع اسمه سمباثيك، قد يكون باراسمبثاتيك. طب لو كان هذا العصب ده باراسمبثاتيك بارا هيطلع ماده اسمها اسيتيل كولين. ده اللي هي الكيميكال ترانسميتر. طب لو كان العصب ده اصلا اللي هو الايفرين دوت ده سمباثاتيك تابع سمباثاتيك، ده هيطلع ماده اسمها نور ابينفرين. نور ابينفرين او نور ادرينالين هي الاسم العادي. نور ابينفرين او نور ادرينالين. خلي بالك اهو ان هنا الكيميكال ترانس ميتر بيختلف حسب الاوتونوميك ايفرين دوت اللي راح للافكتيف اورجان. طب هنا الافكتيف اورجان عموما راح يعني هل هي سموث ماسل بس؟ لا، قد تكون انا عاملها سموث ماسل هنا، لكن قد تكون كاردك ماسل، قد تكون جلاند. طيب ودي اللي هي مين بقى؟ ده الاوريجن اهوت. الاوريجن ده احنا قلنا عليه اللي هو مين؟ اللي هو اوتونوميك موتور نيوكلياي ان لاترال هورن. خلي بالك بقى لاترال هورن. امال السوماتيك كان مين بقى لو انت ذكي افتكر معايا كده؟ كان الانتير هورن. كان اللي هو بنسميها السوماتيك الاوريجن بتاع الايفنت بتاع السوماتيك كان بيطلع من حاجه اسمها سوماتيك موتور نيوكلياي ان انتير هورن. ده طالع منين؟ اوتونوميك موتور نيوكلياي اوف.
هنا يعني ايه نيوكليوي؟ دي كوليكشن السيل بادي بتاع النيورونز ده طبعا. طيب واحد يقول لي ده انت هرسم عصب واحد، ماشي ممكن يطلع 50 عصب، انا هرسمها عصب واحد عشان تفهم مني. المهم المهم ايه بقى الكيميكال ترانسميتر اللي بيطلع هنا بقى؟ الكيميكال اللي هو بيطلع ما بين البري للبوست اللي هو اللون الازرق، انا كنت دايما بستخدمه اللي هو الاسيتيل كولين، اسيتيل مين كولين. طب لو تفتكر النقط دي كنت راسمه باللون مين؟ باللون الاحمر. في حاجه ثانيه، لو عملنا كاتنج بقى، كاتنج الاوتونوميك دوت، مش هنقول لو عملنا كاتنج للسوماتيك بيحصل لحاجه اسمها باراليسي، لو عملنا كاتنج للاوتونوميك بيحصل حاجه اسمها دينيرفيشن هايبر سنسيفتي. اكتب كده جنبها تفهم بعدين، بعدين خالص ما تعوش توجع دماغك وتحاول احفظ بس ان في كلمه كده اسمها دينيرفيشن هايبر سنسيفتي. ايه معناها؟ ده قصه جميله، قصه لا هنشرحها بالتفصيل ومل. لو قطعنا الاوتونوميك ايه فريند يحصل حاجه اسمها دينيرفيشن هايبر سنسيفتي، طعم السوماتيك يصل باراليسيس. خلي بالك هنا بقى، انا في المثال بتاعي هنا علشان اعمل ميكتوريشن، عشان البيبي ده يعمل ميكتوريشن لازم اعمل حاجتين بقى، لازم اعمل كونتراكشن للماسل بتاعت الوول، واعمل ريلاكسيشن او انهيبيشن للماسل بتاعت السفنكتر. كونتراكشن للماسل بتاع الوول وريلاكسيشن يحصل تبول. خلي بالك بقى، خلي العصب ده اللي هو الاوتونوميك ده لما راح عمل حاجتين، ما عملش حاجه واحده. السومات كان بيعمل حاجه واحده، كونتراكشن. عشان كده سميناها اكسايتاتوري. الحاجه اللي تعمل كونتراكشن اكسايتاتوري، حاجه تعمل انهيبيشن او تقل اسميها ايه؟ انهيبيتوري. او انهيبيتوري اللي هو الجماعه الامريكان يعني. فال ال 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 الاكشن بتاع الاوتونوميك ايفرين قد يكون ها اكسايتاتوري و انهبيتوري، بينما الاكشن بتاع السوماتيك ايفن هو دايما حاجه واحده بس اكسيتاتوري. الايفرنت بتاع الاوتونوميك هو دبل نيورونز، الايفرنت بتاع السوماتيك كان سنجل نيورون. بقى كده خلاص كده، لو انت جيت قريت ايه الكونتراست، ايه المقارنه بين السوماتيك ريفلكس اكشن والاوتونوميك اكشن، اكيد ان شاء الله تكون فهمت كل حاجة. كفاية كده ونكمل إن شاء الله محاضرة.